وعلى أي حال جمعية الاستقامة لها أربعة أهداف. الهدف الأول محو الأمية، رغم أن الإسلام دخل إلى مالي من زمن بعيد إلا أن الأمية تسيطر على الناس وتتحكم في المجتمع. فبما أن التعليم ليس إجباريا في جمهورية مالي، وبالتالي أغلب سكان الدولة لم يتعلموا لا الفرنسية التي هي اللغة الرسمية ولا العربية التي هي لغة الدين، ومع أن الناس أيضا عندهم لغات، عندهم لهجات، وعندهم قبائل غير العربية، فالعربية يتعلمها الناس وليس لغتهم لكنهم يتعلمونها كلغة دينية إسلامية وكلغة قرآنية. فلذلك الناس يتعلمون العربية ليفهموا حقائق الإسلام. وإذن بما أن أغلب الناس لم يتعلموا، نظرا إلى أن التعليم ليس إجباريا إلى هذه الليلة، وأغلب الناس جهلاء بسطاء أميون لا يعرفون من الإسلام شيئا، وخاصة بعد الاستعمار، وخاصة بعد الأمور التي طرأت في أفريقيا في فترة الاستعمار وما بعد ذلك. فالجمعية رأت أنها لابد من أن تأخذ بأيدي هؤلاء الجهال لتقوم بتعليمهم أمور دينهم وتبصيرهم ما ينبغي معرفته وما لا يسع جهله من المسلم. فالجمعية وضعت الهدف الأول لها محو الأمية. من هذا المحور أو من هذا الهدف قسمنا الناس إلى ثلاثة أقسام: تعليم صغار الأطفال بنين وبنات، نبدأ بهم من الحروف الهجائية، ربما تحت الأشجار، ربما داخل المساجد، ربما في الشوارع، ربما في أماكن عامة. المهم هو التعليم، لا يهمنا المظاهر ولا يهمنا المباني، إنما يهمنا التعليم ولو تحت الأشجار. إذن هذا هو النقطة الأولى. والنقطة الثانية التعليم مع المسنين رجالا ونساء. تجد رجل أو امرأة حوالي 70 سنة 80 سنة يصلي ويصوم ويحج، ولكن لا يعرف من الإسلام شيئا، ولا يعرف حتى أحكام الوضوء ولا أحكام الطهارة ولا أحكام الصلاة، ولكنه يحب الإسلام حبا كثيرا، ويصل إلى المسجد أكثر من نصف ساعة قبل الأذان، ويبقى في المسجد أكثر من نصف ساعة بعد الصلاة حبا للإسلام، ولكن بدون معرفة. إذن نأخذ بأيدي هؤلاء الناس المسنين، نعلمهم أمور دينهم. وأيضا عندنا تعليم نظامي ما يسمى بالمدارس الحرة أو المدارس الخاصة التي هي على غرار المناهج الحكومية، نكملها باللغة العربية والتربية الإسلامية، ثم يتم إرسال تلك البعثات إلى الخارج ليكملوا دراساتهم في الخارج. إذن هذا هو الهدف الأول لجمعية الاستقامة محو الأمية. والهدف الثاني هو تصحيح المفاهيم الخاطئة أو ما يسمى بمحاربة البدع والعادات السيئة. فكما ذكرنا أن الإسلام دخل إلى مالي، ولكن بعد الاستعمار حدث هناك يعني انفلات كبير، وحدث هناك انحسار كبير، وحدث هناك يعني الابتعاد عن الدين، والناس بقوا في جهل كبير حيث عاشوا لا يميزون بين الصحيح وغيره، ولا يميزون بين الحق والخطأ. فلذلك أغلب المناسبات تجدها تقام في بدع وأمور وعادات سيئة لا تتناسب مع الإسلام بأي حال من الأحوال. فلذلك تسعى الجمعية إلى تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة. مثلا في الأعراس تجد هناك في القاعة رجال ونساء، تجد الإمام الذي عقد القران هو نفسه ربما يجلس مع بنت أجنبية يتناول معها وجبة الطعام، ولا يعرف أن هذا ممنوع شرعا. وفي القاعات تجد فيها مكتظة رجال ونساء، يعني سفور التبرج وما إلى ذلك، والناس يحيون يعني الموالد النبوية مثلا في هذا الشهر، تجد هناك حفلات في كل مكان، لكن باختلاط كبير، يا
يعني تبرج كبير، تجد أغلب الدعاة يجلسون مع النساء في نفس الساحات، في نفس الحلقات، في نفس الأماكن بدون أي تمييز. إذن فلا بد من وضع حد لهذه الظواهر السيئة التي لا تتناسب مع الإسلام. لا بد من الدعوة إلى الاستقامة. الاستقامة لا بد من التمسك بها في كل ما يتعلق بشؤون الإسلامية. إذن فالجمعية وضعت الهدف الثاني هو تصحيح المفاهيم الخاطئة أو ما يسمى بمحاربة البدع والعادات السيئة. الهدف الثالث للجمعية هو توحيد صفوف المسلمين. فهناك تيارات، رغم أن المذهب المالك هو المذهب السائد الموجود في مالي، وبجانب هذا المذهب كما ذكرنا تيارات أخرى بما فيها السلفية والشيعة والصوفية وما إلى ذلك، ولكن كل يعمل على شاكلته. فجمعية الاستقامة رأت أن هذا هذه المسافات البعيدة بين المسلمين لا بد من تضييق شقة الخلاف بين المسلمين، ولا بد من القيام بتقريب المفاهيم وتقريب صفوف المسلمين، نظرا إلى أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأننا إخوة. الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. الله تعالى لم يقل إنما المالكية إخوة، ولم يقل إنما الإباضة إخوة، ولم يقل إنما الشيعة إخوة، ولم يقل إنما بل إنما المؤمنون إخوة. الله تعالى هو المخبر، أخبرنا بأننا إخوة، المؤمنون جميعا إخوة. ثم بعد هذا الخبر يعني الله تعالى أمرنا بأمر آخر، فأصلحوا بين أخويكم. بعدما أدركنا أننا إخوة لا يكفي هذا، معرفة ذلك فقط لا يكفي، لا بد من القيام بالإصلاح. فأصلحوا بين أخويكم. إذن فالجمعية هي تفتح أبوابها أمام الجميع، تستقبل كل التيارات، وتجلس مع الجميع، وتتحاور مع الجميع، وتزور الجميع في أماكنهم، وتستقبل الجميع في مقراتها في جمهورية مالي. إذن مما أدى إلى مساندة حكومة مالي لجمعية الاستقامة، حيث فتحت لها المجال لإلقاء الدروس والمحاضرات في الإذاعة، الوطنية، وفي التلفاز، وفي الصحف والمجلات، في كل مناسبة من المناسبات الدينية. إذن المسلمون الآن أدركوا أنه إخوة، وهناك الآن تقارب كبير بين المسلمين فيما يتعلق بهذا الجانب. والهدف الرابع والأخير لجمعية الاستقامة هو التكافل الاجتماعي، أو ما يسمى بالتعاون الاجتماعي. الناس فقراء، أغلب الناس فقراء، مع أنهم حتى أبسط أمور الحياة. الناس فقراء، رغم أن الدولة مرت بها بعض الفترات كانت الدولة قوية، كانت الدولة عندها ثروة كبيرة جدا فيما يتعلق بالمناجم، فيما يتعلق بالذهب والماس وما إلى ذلك. هذا فترة من الزمن كانت دولة غنية جدا، وكان هناك أحد سلاطين دولة مالي يحمل يعني أطنان من الذهب حتى إلى السعودية في مكة المكرمة، وهذا مكتوب في كتب التاريخ، بحيث يمر يعني في طريقه إلى الحج يمر في مصر ويمر في الدول العربية، في أي دولة يمر عليها يوزع عليهم يعني ثروة كبيرة من الذهب وما إلى ذلك. لكن الزمن وتقلباته ما زال يتقلب إلى أن أصبح دولة يعني فقيرة جدا، أو من أفقر الدول في القارة الأفريقية. والناس فقراء، فلذلك يحتاجون إلى مساعدات كثيرة. فالجمعية فتحت مشاريع كثيرة خيرية لمساعدة أولئك الفقراء فيما يتعلق بأمور معاشهم، حيث هناك مشروع حفر الآبار. تجد هناك بعض المناطق يعانون من مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالمياه. تجد في مالي الآن حتى هذه الليلة المرأة هي التي تأتي بالماء، المرأة هي التي تحمل الماء من البئر. وربما تجد من صعوبة المياه في بعض المناطق تجد المرأة تبقى أمام البئر إلى ما بعد منتصف الليل لكي يصل دورها. تجد هناك طوابير، تجد هناك نسوة نائمات أمام البئر ليصل الدور. عندما يصل دور المرأة تستيقظ وهي تحاول أن تملأ قلة واحدة حوالي ساعة أو أكثر من ساعة لكي تحمل قلة واحدة تحملها على رأسها إلى بيتها.
في مثل هذه الظاهرة عندما توفر بئر لهذه المنطقة تجد أصحاب المنطقة أبناء المنطقة يفتحون صدورهم ويشرحون صدورهم للجمعية يحاولون قدر الإمكان يحاولون قدر المستطاع التقرب والاحتكاك مع الجمعية لكي يتعلم أولادهم من طريق الجمعية. إذن هناك مشروع الآبار. الجمعية الآن حفرت أكثر من 640 بئر فيها آبار ارتوازية فيها آبار سطحية وبعض الآبار سببت في إسلام قرى بأكملها قرية بأكملها أسلمت لأجل بئر واحدة. تجد قرية بأكملها ما في لم يسجد لله أحد قط منذ أن خلقها الله تعالى ولكن تلك القرية عانت معاناة كبيرة فيما تلبي المياه وذهبت هناك شركات أجنبية غربية حاولت توفير المياه بدون جدوى. الجمعية بتوفيق من الله تعالى توسطت وتوسلت مع بعض المحسنين جزاهم الله خير فحصلت على تمويل حفرت بئر غزير. سكان القرية رغم أنهم وثنيون عاشوا على شركياتهم وأصنامهم لكن يوم الحصول على المياه انشرحت صدورهم للإسلام فأسلموا واحدا بالعشرات بالمئات إلى أن أسلموا كلهم. وهناك قرى يعني على هذا الغرار قرى كثيرة يعني دخلت الإسلام عن طريق هذه الآبار. وهناك مشروع فيما يتعلق مثلا ببناء المساجد. المسلمون كثيرون كما ذكرنا 90% أو 95% من المسلمين لكن المساجد قليلة جدا والناس ما عندهم إمكانيات. تجد القرية بأكملها ما فيها مسجد أبدا أو مسجد متواضع مبني بالطين وقديم مهدد بالانهيار في كل لحظة من اللحظات. والمسلمون الجدد الذين أسلموا الذين ينضمون إلى الإسلام يوميا ما عندهم مساجد. الجمعية لها مشروع بناء المساجد وبفضل الله تعالى الآن الجمعية بنت حوالي 94 مسجد. إذن هناك مشروع فيما يتعلق بكفالة الأيتام. كم من أيتام فصلوا وطردوا عن الدراسة بدون وجود من يساندهم ومن يأويهم ومن يعينهم. الجمعية أخذت بأيديهم لكي تساندهم وتساعدهم فيما يتعلق بالدراسة. فهؤلاء الأيتام ما شاء الله يعني موجودين في كل مكان. الجمعية تدعمهم بما أوتيت يعني من قوة وما شابه ذلك. فمشروع أيضا تقديم لحوم الأضاحي في أيام العيد الأضحى. تجد هناك بعض الناس يعني من شدة الفقر ما عندهم إمكانية للذبح وما عندهم إمكانية لتناول وجبة الطعام. فالجمعية تقوم بجمع تبرعات في أيام الأعياد اليوم الأول والثاني والثالث تذبح لهم لحوم توزع عليهم حتى يتمتعوا باللحم في أيام العيد كما كبقية إخوانهم المسلمين. وهناك مشروع مثلا توزيع الملابس المستعملة. في مرة من المرات حصلنا على حاوية ممتلئة من عمان يعني فيها ملابس يعني بالآلاف من السلطنة في نفس الحاوية كتب مصاحف. قمنا بتوزيع تلك الملابس هذه التشاليس التي تلبسونها قمنا بتوزيعها على الفقراء. يعني تقدم دشداسة إلى شخص تلتقي معه بعد سنة يقدم إليك شكرا ثانية مرة ثانية يقول لك شكرا العام الماضي قدمت لي دشداسة عمانية وما زلت أصلي بها يوم الجمعة فشكرا لك. يعني بعد سنة من تقديم اللباس دشداسة واحدة تلتقي بصاحب الدشداسة ولم ينسى المعروف يقدم إليك شكرا مرة أخرى بأنه يصلي ويحتفظ بتلك الدشداسة في أيام الجمعة يصلي بها وصاحب الدشداسة نسيها. إذن هناك مشاريع كثيرة فيما يتعلق بالأمور الخيرية ربما من طريق الصور الأرض إن شاء الله سوف يمر عليكم الأرض عن طريق الصور لكي نوثق يعني المحاضرة إن شاء الله تعالى. إذن كما ذكرنا أهداف الجمعية هي أربعة: محو الأمية، تصحيح المفاهيم الخاطئة، توحيد صفوف المسلمين، التكافل الاجتماعي.